عايز اسالك عن واحد من نجوم المنتخب التونسي، علي معلول. علي معلول دلوقتي عايز اعرف هل هيكون موجود بكره ولا مش موجود يا كابتن عبد الكريم؟ منذر الكبير ممكن يبدا بيه، خاصه انه غاب المباريات السابقه عشان الاصابه، فجاهزيته الصحافه التونسيه بتقول الشارع التونسي ممكن يكون علي معلول موجود بكره؟ انا بالنسبه لي هنا هذا الموقف هنا انه الافضل انه ما يكونش موجود، يكون على الدكه ويلعب اخر 20 دقيقه لو في امكانيه. بكره حيكون بنفس التشكيل، يعني الاكثر بنفس التشكيل، يعني ظهير الايسر بن حميده ودراجر على اليمين والعيفه بالنسبه لي انه علي معلول الافضل انه يكون في جاهزيته 100% كما تشوفوا في النادي الاهلي. اليوم كان باش لعبه باش يولي هو نقطه نقولوا احنا الضعف نتاعنا على المستوى الدفاعي، اذا نخير انا علي معلول ما نبداش به المباراه، بتيتر نكمل به المباراه، والافضل اني نكمل على نفس التشكيله. هي اول حاجه حمايه للاعب، لاعب مهم جدا، لاعب كبير، لاعب يقدم مستوياته، يكون في حاله بدنيه يقدم افضل مستوياته. اذا ما فماش يعني بكره ان نكون علي معلول على دكه التحضير مش يكون في البدايه. علي معلول يعني من الناس اللي بيحبهم جدا عبد الكريم النفطي، حتى مسمي ابنه كريم على اسم النجم الكبير كابتن عبد الكريم النفطي. هو هيك اخويا الصغير، هيك ملي احنا صغار ملي انا كنت نلعب في الفريق الاول والفريق الصغير كنت نمشي نتابعه ونشاهده، وكانت يعني ديما بيناتنا ديما علاقه كبيره، حتى وقت الاول ما طلع في الفريق الاول. أيوة. كان هو في معايا في المعسكرات. كان ديما معايا في المعسكرات، واول مباراه لعبناها نتذكر لعبنا في الجزائر ما لعبش، وبعدين رجعنا نلعب في البطوله التونسيه ضد ملعب التونسي، كان هو صاحب التمرير الحاسمه للهدف الثاني اللي فزنا به 2-1، دخل الشوط الثاني وكانت انطلاقه كبيره لعلي معلول. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق، عمل اسم كبير اليوم، قلت له النادي الاهلي انا كان رجع بيا الوقت. انا راني كنت ما نرفضوش عرض النادي الاهلي، راني كنت موجود في النادي الاهلي لان النادي الاهلي نادي عظيم برشا ونادي كبير برشا، اليوم عملت اسم كبير برشا في مصر وفي النادي الاهلي، برافو، وان شاء الله تقعد غادي من القامات الكبيره. لو مش بالسهل انك تكون موجود اليوم في نادي القرن في القامه هيك وفي القمه هيك، ان شاء الله تحافظ عليها وتكون من الافضل ان شاء الله. شفت شعبيته الكبيره ازاي والحب الكبير من المصريين هنا وخاصه كمان جماهير الاهلي لعلي معلول؟ قلت له وين شوف جمهور الاهلي، انا بعيد يعني، لعبت مباراه يظل 2006 قاعد يتفكر شويه الجماهير الاهلي، ولعبنا 2009، قلت له جماهير الاهلي ما تشريش بالفلوس حقيقه، الجمهور كان حبك يتفكرك وكان عشقك يقدرك، كان حبك يتفكرك وكان عشقك يتفكرك، لذا حافظ على الشيء هذا الحمد لله، برافو برافو ضد الجماهير، استحقاق كبير انه هما اللاعب رقم واحد انه هما يكونوا يشجعوا فيك في الباهي وفي الخايب، هذا المهم، لانه كان راهو زعلوك راهو على خاطر يعرفوا ان انت النجم تقدم افضل من هكا بكثير. مين اللاعب عايز بقى اسال عن منتخب مصر، مين احنا دلوقتي بنعرض، انت معايا دلوقتي على الهواء صوره كريم ابن علي معلول اللي سمى اسمه على النجم الكبير كابتن عبد الكريم النفطي.